خلينا نبدأ بالمباراة الأولى. إنبي مع بيراميدز مواجهة كبيرة جدا بين فريقين ماشيين بشكل جيد في الموسم الحالي. نادي إنبي مع الجهاز الفني الحالي كابتن سيد ياسين بعد رحيل كابتن تامر مصطفى، عامل موسم جيد، لعب 19 مباراة مع 29 نقطة في المركز الرابع، فاز في 8 مباريات حتى الآن وده رقم جيد، تعادل في 5 وخسر في 6 مباريات. هداف الفريق أحمد أمين أوفا مسجل 4 أهداف، وآخر مبارياته كانت قدام طلائع الجيش، خسر 1-0 في الثواني الأخيرة، قبلها كان تعادل مع الداخلية بدون أهداف، وقبلها مع الأهلي بهدفين لكل فريق. لكن في المجمل نادي إنبي بيقدم موسم مميز من أول المسابقة وهو في المربع الذهبي حتى الآن. في المقابل بيراميدز مع مدربه كرونسلاف بعد رحيل باتشيكو قدم مباريات جيدة، لعب 16 مباراة مع 35 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فاز في 10 مباريات، اتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة. هدافي الفريق الكونغولي فيستون مايلي مسجل 5 أهداف، وابراهيم عادل نفس الرصيد، وطبعا نجم الفريق مصطفى فتحي مسجل 4 اهداف. واخر مبارياته لو بصينا كده على اخر الماتشات اللي لعبها كرونسلاف مع بيراميدز هتلاقيه كسب البنك الاهلي 3-2، وكسب المقاولين العرب 2-0، وقبلها كان كسب الجونه 4-0. وده امر جيد جدا جدا في سباق المنافسه على لقب الدوري اللي داخل فيه نادي بيراميدز بقوه.